صباح الخير مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج الحدث. حفلة جنون عاش البلد في 24 ساعة الماضية على خلفية قرار الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي بعدم تقريب الساعة مثل ما جرت العادة. البلد انقسم طائفيا، مسيحي مسلم للأسف. اليوم طبعا هذا الموضوع هو موضوع الساعة بالإضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بلبنان، بهذا الانقسام بهوية لبنان. بدي أترحم مع ضيفي، أهلا وسهلا فيك سمحت الشيخ أحمد طالب المفتي الجعفري. سمحت المفتي، أهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. للأسف يعني دائما مثل هيك محطات بتطرح كتير علامات استفهام حول المواطنة، الهوية، المستقبل، الماضي والمستقبل، انخراط الطوائف بالدولة، بمفهوم الدولة، بمفهوم المواطنة. يمكن اجت يعني هذه الحادثة لحتى تضوي هيك تضويلنا ضوء أحمر أنه ليكو البلد كيف بيرجع بينقسم طائفيا عند كل محطة. بداية بدي بلش من القرار نفسه، من قرار يلي تم تسريبه، ما بعرف إذا بالصدفة تم تسريبه بهذا الشكل، الحوار بين الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي. بهذا القرار حضرتك هل يعني شو رأيك بهذا القرار؟ أول شيء صباح الخير لكل المشاهدين. صباح النور. مثل أي قرار لبناني للأسف في عنا نحن أول شيء المواقف المتسرعة يلي بطل في إنسان حتى مسؤول ياخد بعين الاعتبار وجود مؤسسات ويعطي لها المؤسسات الحيز المطلوب فيها. بلد صار في نوع من فقد الذاكرة أنه في شيء اسمه كيان دولي، في شيء اسمه مؤسسات، في شيء اسمه مجلس وزراء، مجلس نواب، في قرارات تتاخذ مش على قعدة يعني شاي. بالإضافة أنه كمان بهذا البلد بكل أسف بقلك يا أنه نحن منتظرين بعضنا، يعني صارين الحالة الطائفية المستحكمة اللي موجودة بهذا البلد بحيث أنه اليوم نختلف على كل شيء. الأصل في هذا البلد أنه نختلف وما في أي حسن نوايا تجاه الآخر، وكلنا عندنا قلق من بعضنا البعض، في خوف، في خشية، ودائما الأصل أن أخالف ما يصدر عن الآخر. يعني اليوم كل المسؤولين بتشوفيهم منتظرين بعضهم كأنه ناطر، بمجرد ما يطلع التصريح بخالفه حتى قبل ما يرجع للقيادة، يعني أو للحزب أو لمجلس الأمناء أو لمن يتشاور معهم، مباشرة بيطلع على القرار المعارض أيضا من دون تفكير بعواقب هذا القرار. خلينا نفترض أنه صار قرار متسرع، ما بده هالقد يعني حد في عملية المواجهة. خليني وافق على أنه القرار كان بده آلياته يلي ما تستفز الآخر، لكن كمان ما بده أنه الآخر هالقد يكون عنده شد عصب بموقف بسيط جدا كان بحاجة إلى اتصالين ثلاثة بتنحل المسألة وبتنعمل بمجلس الوزراء إذا كان هذا يحتاج. بالنهاية اليوم المواطن للأسف حتى بطل يعرف حتى القانون اللبناني والإجراءات التي ينبغي أن يعمل بها بطلت موجودة في ذاكرة اللبناني. اليوم الكل بيختلفوا والكل بيستشهدوا بالقانون والكل بيقولوا نحن معنا حق قانونيا ونحن اللي عملناه. هذا بيقول يحتاج لمجلس وزراء، هذا بيقول لا يحتاج لمجلس وزراء، هذا بيقول أنه رئيس الوزراء لوحده ما بيقدر يأخذ قرار، هذا بيقول لا لازم يكون مجلس وزراء مجتمع. بس أنا بدي أعرف رأيك سمحت المفتي بهذا القرار، يعني هل تعتبره متسرع؟ هل تعتبره أنه ما كان له جدوى ولو شهر رمضان مبارك يعني، وأنه عدد ساعات الصيام هل تتأثر بهذا القرار؟ هل المسلمين بحاجة لعدم تأخير الساعة من أجل، يعني أنا بدي أسمع رأيك بصفتك بهذا القرار. أنا بقول لك هذا ما بيختلف، ساعات الصوم هي ساعات صوم، نحن منصوم على أساس غروب الشمس وشروق الشمس، ما إلها علاقة، ما بيختلف معنا إذا بتسمي هذا الشروق ساعة واحدة أو تنتين أو خمسة أو أربعة أو بتسمي الغروب ستة أو سبعة، ما بيختلف، عدد الساعات هو عدد ساعات. أبدا لا يعني ليس هناك يعني إذا اليوم قرب الساعة أو ما أخروها معناته عم نصوم ساعة أقل، مش صحيح الكلام. هي الموضوع بيصير أنه والله يعني نفسيا الإنسان أنه بدل ما يصير عنده إمساك عن الأكل وعن الطعام والشراب، مثلا خلينا نفترض الساعة أربعة
أو ثلاثة أو كذا بيصير يمسك ساعة خمسة، بيصير يتأخر الغروب عنده ساعة بناء على الشيء الاعتباري، وإلا غروب الشمس هو غروب الشمس. نعم. ما بيختلف يعني. فهذا كان في نوع من التسهيل على الصائم أنه عم بيقوم شوي متأخر وبيفطر أبكر، ولكن هذا منه هو بيخلي الأمور تجري إلى أنه تأخذ هذا الحيز. وما فينا كمان نعتبر أنه الأمور أخذت لأنه في لنفترض مصلحة للمسلمين، لا، هو في نوع من التسهيل لأنه ما في عنا نحن بلبنان لا مؤسسات إدارية بالمعنى الكامل ولا مصانع ولا معامل، انه المواطن متعب يعني عنده حاله اليوم من الارهاق نتيجه الوضع القائم، يمكن اخذ بعين الاعتبار انه يسهلوا عليه هالساعه يمكن بالتوقيت الافطار انه بيصير شوي اسهل عليه من انه ياخر اكثر من هيك. هلا هذا يمكن اكيد النوايا حسنه بقصد، بس نحن عدد الساعات هو عدد ساعات. الموضوع صار في صدقيني سواء صار هيدا او ما صار مثل غيره جزافين ما انه موضوع بس هيدا له على يعني اليوم يعني هل تبرر القرار برايك؟ يعني هل القرار مبرر؟ انا بقول القرار في له سابقه حسب ما انا اطلعت، في له سابقه ايام رئيس الحص صار في تاخير لموضوع تاخير الساعه بناء ايضا لظروف شهر رمضان بسنه 89 بعتقد صار في هذا القرار. نعم. اخذ مثله، ما كان عنده ما فيها الحساسية كانت الموجودة اليوم حتى يصير، أو يمكن أخذ بآلياته الطبيعية بمجلس وزراء مثلا، مش رئيس الحص هو وحده أخده. بقصد حتى لو كان في إشكالية بالآلية كان في مجال لحلها بطريقة تانية. هلأ عملية السعي إلى تسهيل على الناس بخصوصية عبادية مثل شهر رمضان شو المشكلة فيها؟ يعني المفروض ما يكون فيها الحساسية. طب ما الذي خلق هذه الحساسية برأيك؟ يعني خلينا نبلش من مليانة. الشكل القلوب مليانة. خلينا نبلش من الشكل اللي اتخذ فيه هذا القرار وصولا إلى ردة الفعل. ليش رحنا على هذا المطرح؟ اليوم في شيء بالبلد عم ينحكى كتير أنه عملية إلغاء المسيحيين بالبلد، يعني قرار المسيحي وين؟ ما في شراكة مسيحية، صار كثير عم ينحكى بهذا الموضوع. هلا هذا الموضوع أكيد عم يشد عصب داخل الطائفة، ونحن ضد هذه اللغة اللي بتشد العصب بأي طائفة كانت. يمكن لما عم يتخذ قرار سواء كان اتخذ حتى لو أرادوا أن يتخذوه بمجلس الوزراء، ما بعتقد أنه كان رح يصير في نفس الموقف. نعم. لأنه بعضهم إلى اليوم مصرين أنه قرارات مجلس الوزراء مع غياب رئيس الجمهورية، عدم وجود رئيس الجمهورية، هو في نوع من تغييب للرئاسة رئيس الماروني، وهذه الحساسية عم بيحاولوا أنه دائما يذكروا فيها أنه كأنه ما بدهم تصير أمر واقع، أو نعم. ما بده تصير أنه اللغة مقبولة. هذا الموضوع حساسيته عند الطرف المسيحي، بالمقابل عم تصير في مواقف عفويه. يعني بعتبر الموقف اللي صار عند الرئيس بري والرئيس مئاتي صار بشكل عفوي، لو بده يصير في نوع من التحدي ما كانوا بياخذوه بهالطريقه وبينزلوا الفيديو بيصير الناس تعرف انه اخذ بطريقه كثير عفويه. هلا هذا الموضوع كان بده شوي، بس منهم من يعتبر انه الطريقه اللي نزل فيه الفيديو والطريقه اللي جرى الحديث فيها وكانه يعني يستطيعون انه هيك بقعده بدردشه ان يتحكمون بالوقت من دون العوده الى حد ادنى من منطق المؤسسات، هيدا اللي كمان زاد اذا بدك من رده الفعل على هذا القرار. انا بعد عم بقول لك انا اقدر للطرف الاخر حساسيته، ولكن انا بعرف عفويه الرئيس بري بهيك مواقف، بتصير القصه من ساعتها وانه فيها راحة للناس وخليها وأخرها ومنه ضروري بتنتهي الأمور هيك، ما بتكون محسوبة بهالطريقة هذه اللي بس لأنه القلوب مليانة خصوصا يعني بين الطرفين يلي هن التيار الوطني الحر وحركة أمل بشكل خاص. يمكن لو حدا غير رئيس بري ما أخذوا هذا القرار ما كان أخذ الحساسية المفرطة. بس ردة الفعل ما أجت بس من أول شيء بلشت من هو عند ردة الفعل وصلت لبكركي. لا أول شيء بلشت مع جبران باسيل بطريقة كتير حادة ومش رح نسمع وما حنمرق هذا الموضوع وما كان في حدة واضحة بردة الفعل. هلا هو افرض الفعل كان في خطأ، في آليات كمان لعلاجه. برجع بقول لك القلوب مليانه، ونحن هيدي المشكله بلبنان، يعني منه قصه ساعه
موضوع الساعة يعني ما إلى حتى بالعمر، يعني ربنا قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يعني ما في شيء اسمه ساعة بالحياة بيقدر واحد يخرب بلد كرمالة. بس اليوم في يعني في نوع من يعني الحنق الحدي الكيدي في موضوع التعاطي السياسي اللي عم ياخذ منحى طائفي. طيب. وهذا خطورته. طيب خلينا ناقشك بهذا الموضوع، رح نناقش بردود الفعل وليش القلوب مليانة، وإذا بدك هذا الانقسام ورسائله وخلفياته إلى آخره. بس اليوم معلش رح أرجع أركز على هيدا النقطة. لحسن الحظ أنه ما اقتصر إذا بدك رفض القرار تبع الرئيس بري والرئيس ميقاتي على فقط المسيحيين، لحتى لتخفيف حدة إذا بدك الانقسام المسيحي المسلم، على اعتبار أنه اليوم أنه في توقيت عالمي أنه لبنان ماشي عليه، وأنه هيدا ما بيتغير، يعني في توقيت مطارات، في توقيت إلى آخره بكل التفاصيل، وهذا الشيء ما بيتغير بشحطة قلم بقرار بقعدة هيك، أنه إذا مسؤولين يعني قاعدين ممكن ياخذوا هذا القرار. فردة الفعل يلي هي عند القوى المسيحية تقول أنه مش لأنه نحن طائفيين، مش لأنه مسيحيين، يعني مش لأنه موجهة، مش توقيت في مسيحي وتوقيت مسلم، هو في توقيت عالمي وتوقيت جرى تغييره على بمناسبة دينية. أنا اللي بدي أقول لك يا برجع أقول لك يا الموضوع هو منه في بعض الدول غيرت، هو صح نظام عالمي موجود، في دول كتير ألغت هذا التوقيت، بطل في شيء اسمه توقيت صيفي وشتوي، مش رح تختل يعني الدنيا وأنظمة العالم. أنا مع العمل المؤسساتي، يعني أنا بقول يا ريت نحن بلبنان منحقق كل أداء يكون قائم على أساس نظام المؤسسات، وهي مشكلة لبنان إنه ما حدا عم يشتغل مؤسسات، كل الأفرقاء عم يشتغلوا إما ببعد طائفي أو ببعد حزبي أو ببعد فردي، وهذه واحدة من مشاكلنا. أنا مني ضد أنه كان يتخذ القرار بطريقة يصير في تشاور مجلس وزراء، يصير في تشاور مع كل الطوائف، بس أنا كل شيء برجع بقوله رغم أن هذا الخطأ في الشكل، ولكن الخطأ في الشكل لا يستدعي كل هذه ردة الفعل اللي أخذت الأمور باتجاه غير سليم غير صحي، مثل ما كل الأمور بتتخذ بلبنان. نعم. إلى منحى طائفي. هلا اليوم في مؤسسات أنتم بالجديد غيركم أخذ قرار أنه يبقى على هذا حتى يمكن ما يعمل ما يخلو يصير فيه نوع من البعد الطائفي للموضوع، ولكن أخذ بعد طائفي شئنا. نعم. أم أبينا. بلبنان ما المسؤول بيحكي، ولكن القاعدة للأسف تستجيب بسرعة لسرعة للموقف المسؤول وبتصير تزايد عليه. يعني اليوم اللبنانيين نسيوا كل ألامهم، كل أوجاعهم، كل وضعهم الاقتصادي، ومبارح على السوشيال ميديا قاعدين بس يعني كلام من الطرفين مستفز لبعضهم البعض، هذا عم بيأيد زعيمه وهذا عم بيأيد زعيمه، شغلوهم بأمور ما إلى علاقة بالأساسيات اللي لازم كشعب ينشغل فيها. هذا الموضوع برجع بقول لك انه ما بده كان هالقد يعني. نعم. طب ليه صار هيك؟ خلينا نحكي بالخلفيات، خلينا نحكي اذا بدك ب هذا الانقسام اليوم شو عم بيقول لنا؟ عم بيقول لنا انه النظام مش صالح للحياه، عم بيقول لنا انه كل السنوات الماضيه اللي تشاركت الطوائف فيها الحكم كانت تتشارك فيها بشكل محاصصه، ولم تفكر اي من الطوائف ببناء دوله حقيقيه بثقافه المواطنه عند المواطن لحتى يظهر من هول الانقسامات. شو هي الرساله اليوم من هيدا الانقسام الطائفي اللي صار على خلفيه الساعه؟ هيدا البلد بكل اسف هو بلد كل طائفه اشتغلت فيه بابعاد طائفيه مش بابعاد وطنيه. اليوم إذا منلاحظ نحن ما منلاحظ حتى لما اجتمعوا بالطائف كل البنود اللي بالطائف يلي بتساهم في عملية الاندماج إذا صح التعبير الطوائفي بعيدا عن خصوصيات المذهبية والطائفية بعدوها عن الطائف وما طبقوها. يعني حتى موضوع لما بيصير الانتخاب خارج القيد الطائفي ما حدا عمل فيه.
اليوم حتى موضوع أنه التوظيف على أساس الكفاءة بعيدا عن أن يكون هناك مثلا أيضا قيد طائفي في موضوع التوظيف، هذا النوع لو يطبق الطائف رغم كل يعني بعض الثغرات اللي موجودة فيه، ما في قانون كامل، ما في، ولكن كان هو بديل مقبول لتخطي مرحلة كانت حادة في الحرب الطائفية. نعم، بس عفوا، بس هو اللي عم تقولون حضرتك كمان يتقدمون أقرار اللامركزية الإدارية. واضح. لأنه كتير أساسية بتسهيل تطبيق اللي عم تقوله حضرتك. صحيح، عم بحكي إنه في كتير أسس كانت بتساهم في عملية الاندماج وإخراج كل طائفي من عملية التمايز الطائفي لها على حساب مصلحة الوطن. كنا قدرنا بلشنا بمشروع بيساهم حتى في عملية يعني ثقافة الشباب، ثقافة الأجيال الصاعدة. نحن لما طلعنا من حرب كان المفروض نشتغل على أساس نأسس ثقافة مواطنة بالأجيال اللي هي عم تنشأ. نحن صحيح نزلنا البارودي باتفاق الطائف، ولكن عقلية البارودي بقيت موجودة وأبقينا توريثها للأجيال الصاعدة. اليوم إذا ما كان في شباب عم تحمل بواريد على حدود مناطقية في لبنان، لكن اليوم إذا بتفوتي على السوشيال ميديا في أشد من البارودي، أشد من الرصاص في عملية التمزق الطائفي والحدة وعملية التباعد والتمايز الحاقد، خلينا عبر هالتعبير الحاقد، لما بشوفك كيف عم يحكوا مع بعضهم هذا الجيل، حتى جيل الشباب، جيل الجامعات، وجيل المفروض يكون هو أكثر ناس حريص على البعد المواطني. وللأسف أنه لأنه تشكل لبنان من يعني حكام، من مسؤولين هن رؤساء أحزاب، كانت مصلحتهم إبقاء هذه الحالة موجودة، لأن هي بتشد العصب وهي تبقي المناصر على كل خساراته، على كل آلامه، بتبقيه هو مستعد أن ينصر زعيمه حتى على حساب نفسه وعائلته ووطنه. هذا الموضوع أساسي بموضوع لبنان. اليوم نحن لو جينا بلشنا من المدارس، اليوم في مدارس طائفية، لو جينا على كتاب المدرسة كل طائفة اليوم بتدرس أبعادها السياسية والدينية، بتمرقها من خلال الجهاز التعليمي، من خلال دورات، من خلال بعض الكتب. هذا المنحة ما بينشئ وطن. نحن ما صار في سياسة كيف نوجد وطن، حتى لما رجعوا من الطائف كلهم اشتغلوا كيف نحصن بس خصوصيات الطائفة، وكيف يمكن كل واحد منهم أن يحوز على أكبر عدد ممكن من مكتسبات الوطن اللي هي للجميع. قديش بيحوز على مصلحة طائفته. ممتاز. طالما عم نحكي هلأ عن الأحزاب وعن الطوائف، هلأ الأحزاب المسيحية، كل الأحزاب يعني الأحزاب المسيحية والأحزاب المسلمة، لأنه نحن عنا الأحزاب حزب طائفية، منا أحزاب علمانية، في كم حزب علماني ولكن دورهم في السلطة كثير صغير. بدي أحكي عن حضرتك، نحن مش أول مرة منلتقي، التقينا بمرات سابقة بمقابلات سابقة، كنت حضرتك من أكثر الناس يلي إذا بدك عم يوقفوا مع المرأة الشيعية بمسألة المحاكم الجعفرية وقصة الحضانة، حضانة الأولاد. كنت يعني كان موقفك مميز عن إذا بدك المفتين الجعفريين الآخرين بهذه المسألة. خلينا نبدأ مش من هيدي المسألة، مش من هيدي القضية تحديدا، ولو هي كانت قضية مهمة كتير، ولكن عن الأحزاب الشيعية والطائفة الشيعية. اليوم عم بتقول أنه هي مسؤولية الأحزاب والطوائف إذا بدك جعل الأنصار بثقافة المواطنة والدولة. اليوم قدي نحن بعاد، أو قدي الأحزاب الشيعية بعاد عن منطق الدولة، خصوصا بهذه الأزمة الاقتصادية. في كلام عن أنه الطائفة الشيعية عندها اقتصاد الخاص، عندها مصارف الخاصة، عندها مدارس الخاصة، عندها مؤسسات الخاصة، وبالتالي اليوم هذا لا يشبه ولا لا من قريب ولا من بعيد المنطقة اللي عم تتفضل فيه حضرتك. أولا أنا لما عم بحكي بنقد عام، ماني عم بقول عن أحزاب دون أحزاب، عم بشمل. أي طبعا أنا كمان، بس أنا عم بسألك لأنه حضرتك هلأ موجود. لذلك أنا اليوم أمام منطق الدولة أو منطق الأحزاب، أكيد أنا مع منطق الدولة.
الموضوع اللي صار في لبنان انه الامور مشيت بطريقه عمل الجميع على اسقاط هيبه الدوله، اسقاط مؤسساتها، واوجدوا فراغ. لما اوجد هذا الفراغ صارت الاحزاب توجد مبرر لملء هذا الفراغ تحت حجه انه نحن بدنا نعوض على هذا المواطن، وبدنا نوقف حد جماعتنا وحد ناسنا، وما فينا نترك الناس بهذه الطريقه. فالاحزاب هي الدوله وهي التي افرغت الدوله. هذا بدي اقوله، انه هي الاحزاب اشتغلت بكل الطرق من دون استثناء، عم بحكي اشتغلت بطرق افقدت الدوله كيانها، مؤسساتها، وجودها، كينونتها راحت. لما راحت فرغت الساحه لهم، بدل ما يقولوا انه نحن كيف يجب ان نعيد صياغه الدوله، راحوا صاروا يشتغلوا على اساس انه لا، صار في مبرر لهم لحتى يثبتوا وجودهم اكثر في واقع الناس، وهذا الكل عمله، مش بس احزاب طائفه دون طائفه، بنسب متفاوته، بنسب متفاوته اكيد طبعا، وبحسب امكانيات كتير. وبحسب امكانيات كل حدا. يعني كمان في مراحل ماضيه كانت القصه معاكسه، يعني اذا اليوم بدنا نقول نحن في ناحيه مثلا طائفه شيعيه متمكنه عندها امكانيات، بالماضي كمان كان في احزاب مارونيه على زمن المارونيه السياسيه كانت أصلاً موجوده. فبقصد هيدا الدولاب في لبنان هو مرق على الكل، كل حدا كان متمكن في وقت ما من ان يعني يفرض اراده حزبه وسطوته على كيان الدوله ما قصر. ولذلك انا بقول للجميع هيدا لن يكون حل لكم ولا لبلدكم. الإنسان اللي بده يشتغل اليوم أنه يقوم بمسؤولية شعبه وناسه الاقتصادية، بيروح بيبني المؤسسات الاقتصادية، مش بوزع إعاشة. الإعاشة بعمرها ما بتعمل اقتصاد للمواطن. الإعاشة بتعطي سد جوع مؤقت مع كسر عنفوان ومذلة هذا الإنسان، بينما بالمقابل أنا إذا ببني له مؤسساته المصرفية أو المالية في بلده، بحسن له وضعه الاقتصادي، بخلي يصير في عنده إيراد جيد بالنسبة له يتكافأ مع الإنفاق. أنا هون بكون حليت مشكلة ناسي. كل حزب اليوم مهما كان وأيا يكن، إذا بيتصور اليوم أن حل أمور شعبه وناسه بيكون على طريقة إيجاد البدائل الخاصة واللي هي تعتبر محسوبة على طائفة معينة، بيكون عم يخطئ، لأنه هذا ما بيوجد حلول عامة. اليوم الحلول العامة أني أنا كيف أعيد مؤسسات الدولة، كيف أعيد بناء مؤسسات الدولة، اقتصاد الدولة، وهذا له آلياته، آلياته معروفة وواضحة، بشرط أن يتخلى كل طائفة، تتخلى كل طائفة عن مكاسبها الخاصة اللي هي عم تكون على مصلحة ضد مصلحة الوطن أو على حساب مصلحة الوطن، وأن يكون هناك فعلا إرادة لبناء هذا الوطن. ما كمان اليوم صار في عنا شك أنه هل الأحزاب وقياداتهم تريد دولة أو لا، لأنه كل الأداء ما بيدلل على هيك. يعني بنسمع كلامهم، بتشوفيهم كلهم بيطلعوا بيخطبوا، بتقولي يعني عن جد هول مساكين جماعة محترمين، عن جد هول جماعة حريصين على بناء الدولة، على مؤسسات الدولة، ولكن لما بتشوفي أفعالهم بتشوفي ما في فعل من أفعالهم بدل على أنه جماعة يريدون دولة أو يريدون بناء مؤسسات. ماذا يريدون؟ يعني أنا شايف اليوم أنه بعدنا إلى اليوم ما قدرنا طلعنا من ذهنية أنه أنا يراد إلغائي في هذا البلد. الكل اليوم عدي مع الشيعي بيقول لك انا تاريخي عملوا فيه 1 2 3، كانوا يخلوني درجه ثالثه ورابعه، وكنت انا اشتغل عامل على البور، وكنت انا اشتغل. بتروحي لعند المسيحي بتقول لك انا كان عندي امتيازات، انا صنعت هذا البلد، هلا عم ياخذوها مني ومدهم يخلوني ارجع الى ما قبل كذا وكذا في ايام السلطنه العثمانيه. بتحكي مع السنه بيقول لك ما بيصير، اذا بدنا نبقى كلنا نحكي بهالطريقه وكلنا نعتبر حالنا مظلومين، وكلنا نعتبر حالنا انه هي طوائفنا هي طوائف، نحن عم ناخذ هذه سفينه بالنهايه كلنا راكبين فيها. اي خرق في هذه السفينه سوف يسقط السفينه ويغرقها على بالكل بالمجموع. طيب خليني اقول لك الوضع اليوم بالاضافه اللي تفضلت فيه حضرتك.
في هلا اليوم المسيحيين بيعتبروا انه من بعد زمن المارونيه السياسيه والحرب يلي هي اضعفتهم واضعفت وجودهم، ومن بعد اتفاق الطائف وخساره صلاحيات رئاسه الجمهوريه، بيعتبروا هلا هن متمسكين جدا بمنطق الدوله، ودائما بيذكروا بانه هن مواطنين بين مزدوجين صالحين، يعني بيدفعوا ضرائبهم وبيدفعوا فواتيرهم وبيدفعوا الى اخره، وبيعتبروا انه الأسلم بالنسبة لألون هو تغيير هذا النظام. إذا بدك تطبيق الطائف عبر اللامركزية الإدارية فليكن تطبيق الطائف، ومنهم من بدأ يتحدث علنا عن الفيدرالية. بالمقابل الطائفة الشيعية، لأنه عندها قوتين أساسيتين متمثلتين بحزب الله وحركة أمل، اليوم تعتبر هي طائفة قوية، يعني انتقلت من مرحلة إلى مرحلة، صارت طائفة قوية موجودة عندها سلاح يعني وحتى رئاسة الجمهورية تمر عبرها، واليوم الانقسام حول رئاسة الجمهورية وموقف الثنائي، وإذا بدك تمسكهم بالسلمان الفرنجية مقابل رفض كل المسيحيين له هو دليل على ذلك، ويرون بأنه الطائفة الشيعية تريد فرض رئيس ماروني على لبنان. عم أقول لك كيف مواقف. والطائفة السنية مشتتة حاليا، أنه ما عم تشوف كيف تلملم حالة من بعد تجربة الرئيس سعد الحريري. ما هو الحل؟ هل ترى أنه اليوم كدولة واحدة تستطيع هذه الطوائف أن تعود وتشكل دولة بمفهوم المواطنة؟ أم أنه نحن ذاهبون حكما إلى شكل من أشكال الفيدرالية اللي هي اتحادية مش تقسيم، أو لا مركزية إذا بدك تعيد تقسيم شوي المناطق بشكل ترضي جميع الطوائف؟ أولا إذا بدي أحكي بموضوع أنه خلينا نحكي عن الوضع الاقتصادي العام يلي هو ما حدا بيقدر يقول اليوم أن الطائفة الشيعية بمأمن من النكسات الاقتصادية والأزمة الاقتصادية اللي صار بهذا البلد. وجود قوة في السلاح يعني عند المقاومة وعند حزب الله، وإيجاد بعض المؤسسات اللي هي اليوم عم بتغطي يعني مساحات بسيطة لا تعتبر كتير كبيرة، هذا ما بيعني أنه طائفة الشيعية اليوم ما فيها نسبة عوز وفقر وحاجات كبيرة جدا. هذا بس للتوضيح، لأنه الإعلام عم بيحاول يصور أنه خلص الشيعة صار عندهم بدائل وأنه صار عندهم بنوك وصار عندهم ما بعرف شو. هذا ما أنه صحيح أبدا. اليوم نحن معلش أكبر رأس مال بلبنان تمت خسارته في عملية ما حدث في البنوك هو رأس مال شيعي. إذا بدي أنا بحبش أحكي باللغة، بس أنا عم بحكي بالدراسات اللي شفتها والأرقام اللي شفتها، لأنه كل الاغتراب الأفريقي وغير الأفريقي اللي كان فيه رؤوس مال كتير كبيرة ويعني كله كان موجود في لبنان وكان يشجع على أن يؤتى به إلى لبنان حتى من قبل الجهات اللي هي رسمية الشيعية والمسؤولين. فإذا انضربت الطائفة بخسارة، منيت بخسارة كتير كبيرة منها سهلة، واليوم آثار هذا الموضوع موجودة، لكن اليوم يمكن ما في صرخة عند طائفة الشيعية لأنه صار عندهم شبه أولويات، أنه ما بدهم حدا يستغل هذه الصرخة، وبنفس الوقت بيعتبروا أنه في أهداف كبرى مع إسرائيل ما لازم نحن نبرهن للأمريكي وللإسرائيلي يلي هن بيعتبروا هو رأس هذا المشروع اللي دمر الاقتصاد اللبناني، ما بدنا نعطيه أي نوع من أنواع الورقة اللي يستخدمها للضغط على السلاح المقاوم أو مشاكل ذلك. في منحة شوي بيختلف عن بقية الطوائف، أما الطوائف الثانية ما منيت به مني به الشيعة، وكل الأزمة هي على الجميع ما لا يستثنى منها أحد. وإذا كان عم يحكوا أنه حتى اللي عم يقبضوا بالدولار هلأ اليوم بالطائفة الشيعية مثل عم يقبض بالدولار بقية الطوائف، حتى بالدولار اليوم بطل عنده إمكانية المواطن أنه يكمل بهالطريقة اللي موجود اليوم. ما بعدنا عم نحكي انه موضوع يعني اذا بدنا نحكي نحن بالسلم الاهلي وانه نحكي بمشروع الدولي، هذا مشروع ما بيخلي لا سلاح وحده بيعطيه امان وبيعطيه ضمانه، ولا ايضا انه اقتصاد يعني متفرق اقتصادات خاصه خليني اسميها تقدر انها تعطي امان للمواطن. اليوم المواطن اللبناني بكل طوائفه يسعى الى الهجره،
واليوم الشيعي أكثر هجرة من أي حدا تاني إذا بيصح له. خليني كم أوصل بس لموضوع رئاسة الجمهورية. أما بموضوع أنه اليوم الثنائي الشيعي له علاقة أساسية أو رئاسة الجمهورية تمر من خلاله، أنا كشيخ أحمد طالب أعتبر هذه من الأخطاء، من الأخطاء اللي أنا ما بوافق عليها. يعني أنا اليوم إذا بتقولي لي الثنائي الشيعي سمى رئيس سليمان فرنجي، بيقول لك أنا ضره سليمان فرنجي. أنا عم بحكي سياسي، أنا رأيي. هلا ممكن يكون الإخوان إني رأيهم شايفين أمور تانية، بس أنا بعتبر إنه أول شيء ضره، ولو كان عندهم إمكانية ما كان لازم هني يسموا، والأفضل لإلهم أن يبعدوا أنفسهم، خاصة بعد التجربة اللي صارت بالماضي مع المعدون اللي هن تحملوا كل أوزارها، واليوم كل يعني إذا صح التعبير كل الانهيار اللي حصل بهاي الفترة السابقة كان يحمل إلى الثنائي الشيعي أو للشيعة بشكل خاص أو لحزب الله، أنه أنتوا جبتوا العماد عون، أنتوا لولاكم ما إجا ليكون البلد شو صار فيه، ليش نحن بدنا نحمل أوزار؟ والعكس صحيح، والعماد عون وفريق العماد عون واضح بيقولوا أنه يعني أنه حزب الله هو سبب الحصار وإلى آخره. عم بحكي هذا بعد ما اختلفوا، قبل ما يختلفوا ما كانوا عم يقولوا هيك. أنا عم بحكي بالسياسة أنه مش من الحكمة، رأيي هذا برجع بقول ليس من الحكمة الدخول بهذا الأمور، اتركوا الأمور تمشي بالطريقة اللي بعضه. إلى الآن هو الرئيس الفرنجي مرشح حاله، يعني إلى الآن ما أعلن أنه هو مرشح، حتى ليه هو مرشح طبيعي صحيح، كل واحد مروني بلبنان هو مرشح طبيعي، لكن مرشح حاله أنه أنتوا ليش بدكم تكونوا ملكيين أكثر من الملك، وبنفس الوقت ليش بدكم تتحملوا تبعات؟ يعني خليني أفترض أنا اليوم رحنا بسببنا لنفترض بدعمنا إجا الرئيس الفرنجي وصار في إخبق، لا قدر حل الوضع الاقتصادي ولا قدر عمل حلول للبلد ولا قدر صبط الوضع المصرفي، مين حيتحمل مسؤولية هذا الموضوع؟ حيحملوه للشيعة. يقول حزب الله، بس واضح حزب الله بهذا المسألة، والرئيس بري، الرئيس بري عنده اعتبارات تانية، بس حزب الله بيقول أنه بده رئيس يحميله ظهر المقاومة، أنه لا يثق برئيس ماروني غير سليمان فرنجي بيحمي ظهر المقاومة. أنا سمعت إن سمحت السيد قال أنه المقاومة مش بحاجة لحدا يحميها، وهي فعلا مش بحاجة حدا يحميها. إيه بس هو استخدم أنه عدم طعن بالظهر، بقصد بنفس الوقت كمان استخدم أنه على الطعن بالظهر. لبنان قطع هذه المرحلة، ما في رئيس جمهورية بعد بيجي على لبنان، المراحل الظروف السياسية اختلفت، واللي بده يجي رئيسه بيعرف انه بده يجي ضمن توافقات. بس لماذا يقول ذلك لكان الأمين العام؟ لا انا بدي اقول انا رأيي، هذا هو اللي شايفه، اكيد هو بيعرف مصلحته فيه. انا عم بحكي انه انا ما بشوف انه المقاومة بحاجة ان حدا يحميها، وما حدا بيتجرأ يطعنها بظهرها، هي عندها من القوة انه هي ما حدا بيتجرأ يطعنها بظهرها، وعندها منعة ذاتية بتقدر تحمي حالها. انا بقول خلينا نحيد موضوع المقاومة وسلاح المقاومة عن استحقاقات داخلية، لانه فعلا يعني الاصل ان تكون المقاومة هي اهداف اسمى بكثير وارقى بكثير في موضوع اسرائيل والمشروع الامريكاني بالمنطقه، هذا موضوع المقاومه هي لها علاقه بهذا الموضوع. يعني حضرتك عم تقول عدم زج موضوع رئاسه الجمهوريه بهذا الموضوع؟ طبعا انا مع عدم، وانه هذا مش حجه، وانا بقول لا، انه نحن ما بقى فينا نتحمل اوزار اليوم الامريكان عملوا كل هذا الحصار، واضح جدا انه هم مانعين كل شيء عن البلد وعاملين كل هالازمه اللي موجوده ووصلوا البلد الى ما وصل اليه. حضرتك توافق انه في حصار على البلد؟ طبعا اكيد في حصار بنسبه ما، المطلوب من لبنان ان يبقى في حاله لبنان احتضار. بعده مع المصارف الخارجيه في تعامل لبنان، لا 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 بعده لا. بتجي بضائع خارجيه، بعده بيوصل دولار، كيف في حصار على البلد؟ لانه المطلوب ان يبقى في حاله احتضار، اسقاط لبنان ليس لمصلحه احد لانه له تداعيات على المنطقه بأكملها. بلبنان ما في طائفة وحدة، هني مستهدفين طائفة، هني ما بدهم، ما فيهم يأذوا بقية الطوائف كمان، يعني هذا التنوع اللي هو نحن نعمة منقول أوقات كتير لازم نستفيد منه. مطلوب أن يبقى في حالة احتضار، ولكن ممنوع للبنان أن يقوم. نعم، مطلوب أنه يبقى وممنوع بحالة أن يموت. ممنوع أن يموت، واضح، بس مطلوب أنه يبقى بحالة احتضار من أجل ماذا؟ من أجل تنفيذ الإصلاحات؟ يعني برأيك ألا تستطيع هذه الطبقة السياسية أن تتجنب الاحتضار عبر تطبيق إصلاحات داخلية تستطيع من خلالها إعادة الانتظام العام للبلد ولمؤسساته وإعادة إذا بدك استثمارات خارجية عبر المنظومة الإصلاحات؟ هالمنظومة الموجودة لا تستطيع، هي لأنها لا تريد أو لأنها لا تستطيع؟ لأن هي
هي أصل الفساد، لأن هي أصل الألم. أنا عم بربط هذا الشيء بالحصار. فأنا بدي أقول لا، أنا بدي أرجع أقول ما كمان هذا الحصار واحد من 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 الأشياء اللي نحن كانت آثار السلبية أكثر عنا واستفاد منها، هو وجود منظومة فاسدة، منظومة لا تجتمع إلا على الفساد، وبيختلفوا لما ما بيكون في إصلاح. هلا شوف في كل المسؤولين امتى بيختلفوا، بس يكون في شيء لمصلحه البلد، اما بس يكون في شيء لفساد لتقاسم الجبنه بيتفقوا بسهوله جدا، بيقولوا انت هاي لك وهي لك وهي لي وخلاص انتهت القصه. بيظل هذه المنظومه لا قيام للبنان، وما دام الناس في لبنان هن محكومين لإرادة. من يحمي هذه المنظومه سمحت لي؟ بيحميها شعب بسيط، بيحميها شعب بسيط، جوعوه حتى يكون مطيع. القرآن بيقول عن فرعون فاستخف قومه فأطاعوه، يعني خلاهم كل شيء بإيده. اليوم الأحزاب بأي طائفة من الطوائف، اليوم أنت بتقدري تعمل أي شيء في الدولة، في أي وظيفة، أبسط وظائف الدولة من دون المرور بالحزب النافذ في الطائفة؟ ما حدا بيقدر. بس ب17 تشرين كانت الناس حاولت تقول لا، من حمل المنظومة بوقتها؟ لا، في أنا يعني وضع المسؤولية بس على الشعب اللبناني بحماية المنظومة. ما بعرف، أنا بدي أقول لك شيء، أغلب الشعب اللبناني اللي هو ليس ضمن تركيبة المنظومة لا حول له ولا قوة. أنا رح لك اليوم فرق، ما تجيبي 100 شاب منظمين بيتوجهوا ويداروا بأطر معينة وبطريقة مضبوطة ومنظمة، أو تجيبي 100 شاب عفوي بدهم يعملوا التغيير. اليوم 100 شاب عفوي نزلين لهم 5 شباب منظمين بيخربون أي حركة من تحركهم. اللي صار بلبنان هو هيك، أن اللي نزلوا إلى البلد إلى 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 الشارع في أغلبيتهم هن ناس عفويين غير منظمين. نعم. ما عندهم حدا يديرهم، ما عارفين كيف بدهم يوصلوا وين بدهم يوصلوا. صارت ردة فعل عفوية طبيعي كانت تترك أثارها. شو عملوا؟ نزلوا لهم المنظمين. مين المنظمين؟ بكل الأحزاب. ايه؟ بكل الأحزاب نزلوا بنسب متفاوتة. لا رح أقول لك ما في هون نسب متفاوتة، في أنه هذا اللي بيضر بنسبة 10% هو مضر، وبنسبة 90% هو مضر. اليوم اللي نزل أحزاب لحتى يستغل هيدا التحرك ويجره لمصلحته وتحت عنوان التأييد هو أضر، واللي نزل لحتى كمان يرفض هذا التحرك ويتهمه بالخيانة. قصدك حزب الله هو القوات اللبنانية؟ خلينا نسمع. طيب يعني قصدك حزب الله لما نزل مجموعات بنهاية تنظيمات هول تنظيمات وحركة أمل لما نزلوا مجموعات منظمة كرمان؟ أنا اللي عم بقوله بالمبدأ، أي تحرك شعبي إذا ما كانت إرادته شعبية محضة، إذا لم يترك، ما دام اليوم أغلب الكيانات الشعبية اللي موجودة ببلادنا محكومة لأطر تنظيمية، يعني اليوم أي حزب يقول هيك إشارة، نعم، نزلوا على الأرض بنزل آلاف مؤلفة بإشارة بيطلعون. هول بالنهاية هول هن اللي عم يحكموا المعادلة، هول هن اللي حاميين هذه المنظومة القائمة اليوم، يلي هي عندها حساباتها في المعادلة ما حتحدث التغيير، ما حيصير في تغيير ما دامت قائمة. نعم. اليوم طيب شو هو اللي بيحدث التغيير وشو الحل وشو شكل لبنان اللي نحن مقبلين عليه، ربطا باستحقاق رئاسة الجمهورية والحديث اليوم عن تغيير النظام او تبديله او تطويره ما شو نسميها، ربطا باللامركزية الفيدرالية. بدي ناقش انا وياك بهذا الموضوع، بس اسمح لي بدي اتوقف مع فاصل علينا قصير ونرجع. عودة لكم مشاهدينا وإلى هذه الحلقة مع ضيفي، أهلا وسهلا فيك سمحت المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب. بدي أرحب فيك. كنا يعني حكينا شوي هيك بتوصيف للمجتمع اللبناني وانقساماته الطائفية وخلفياته ودور الأحزاب وإفراغ الدولة من مؤسساتها، ويعني كل طائفة عندها هواجس الخاصة وإلى آخره. اليوم شو السبيل للعبور إلى الدولة؟ اليوم في حدا بده يعمل شيء، يعني يا أما بدها تقعد الطوائف على طاولة، يا أما بدها تقول أنه نحن بدنا نفوت على مفهوم المواطنة وبدنا نكب كل شيء ورانا. وهل هذا الشيء أصلا كتير طباوي يعني بالنسبة للبنان؟ أو بدهم يروحوا على مثلا تعديل هذا النظام، وأنه يا أما يروحوا على فيدرالية طائفية مثل ما بلش يطرح هلأ على الرغم من طبعا الأصوات المعترضة كتير اللي عليها، أو لا مركزية. أول بدي أسمع رأيك بهذا الموضوع. أنا رأيي اللبنانيين لوحدهم بيظل وجود هذه المنظومة، أو ما في حدا يقدر يتخلص من المنظومة، هذا أمر واقع. في ظل وجود هالمنظومة بدهم حدا يقدر يكون يمون إذا صح التعبير. ما بدي أسمي وصاية،
بس تعلموا اللبنانيين للأسف أمور ما بتمشي إلا بهالطريقة. إلا بوصاية دولية. يعني لازم يكون في وصاية دولية تضغط لإعادة بناء المؤسسات ورسم نوع من النظام، إذا مش الطائف تعديل على الطائف على الأقل. وأنا رأيي أنه طائف في فترة من فترات ممكن يمشي إذا طبق بالطريقة الصحيحة، يكون في إرادة للتطبيق ويكون في رعاية لهذا الأمر، بمعنى رعاية للتنفيذ. مش بيكفي أنه يكون حبر على ورقه بس يجوا يقعدوا يجتمعوا بيصير يختلفوا على ساعة أخرنا أو ساعة قدمنا. هذا الموضوع ما حيزبط بلبنان إلا هيك، لأنه ما حدا رح يتخلى. من هي الوصاية الدولية؟ هلأ اليوم المملكة العربية السعودية تدعو إلى تطبيق الطائف، هلأ في تقارب سعودي إيراني، لاحظنا كتير أنه بآخر 3 أشهر تقريبا الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله ما حكي عن المملكة العربية السعودية، ما جاب سيرتها أبدا. أول يعني شيء نحن نعرف أنه لبنان حتى باتفاق الطائف هو له بعد عربي، يعني هو جزء من منظومة الدول العربية القائمة، طبيعي أنه يكون علاقته لبنان مع كل دول العربية علاقة سليمة وعلاقة تكون قائمة على الاحترام وعلى المصالح المشتركة وعلى قديش فينا نحن يعني يكون عندنا تعاون ونستفيد من بعضنا البعض. ما في مانع أن يكون للعرب دور، يعني حتى المملكة العربية السعودية أو أي دولة تانية اليوم إذا كان الهدف وما يريدون هو فعلا أن يكون هناك إعادة بناء مؤسسات في الدولة، لازم تعاون مع كل الأشقاء وأيضا الناس الأصدقاء. يعني حتى اليوم إذا بده يكون في الجمهورية الإسلامية دور، بشرط أن يكون عند كل هؤلاء سواء كان المملكة العربية السعودية أو الجمهورية الإسلامية دور هو توجيهي لمصلحة بناء الوطن، مش دور لأنه لا أنه يمارسوا مثل ما بيقولوا نفوذ فقط لأجل حصول على مكتسبات ولا لأجل أنه ممارسة نفوذ تحت عنوان أنه والله نحن الأقوى. لا، يكون في فعلا إرادة مخلصة أن لبنان يجب أن يخرج من حالة يعني حالة الانعاش اللي هو عايش فيها إلى حالة الحياة الطبيعية اللي عم تعيشها أي دولة. برأيك لبنان قريب من هذه المرحلة؟ يعني اليوم في كلام عن أنه من هلأ لشهرين التقارب السعودي الإيراني رح يبين بملفات عديدة بالمنطقة وبعدين رح ينسحب على لبنان. ما بيكفي إذا نحن بابدنا وما عندنا هذه الإرادة وما توافقنا على فعلا أنه نحن كلنا رح نغرق السفينة ولازم نرجع نعيد بنائها من جديد. إذا ما صار في نوع من يعني التنازل عن كثير من يعني خلي كل واحد من عن موقعه اللي هو فيه ويتقدم خطوة باتجاه مساحة الوطن، ما حيمشي الحال. لو بتيجي الدنيا كلها مش السعودية وإيران والعالم بالنهاية اليوم، بس من يسقط الهواجس سماحة المفتي؟ خلينا نحكي بالهواجس. نحن اليوم المسيحيين عندهم هواجس، هواجس تحديدا خليني أقول مش من الطائفة السنية، لأن الطائفة السنية أصلا هلأ عندها مشكلها، من الطائفة الشيعية، من السلاح، من ما يعتبرونه فوقية، من ما يعتبرونه دائما تهديد للهويه اللبنانيه. عم اقول لك الامور مثل ما هي، طالما هلا احنا بالبلد عايشين، طالما هلا صار هذا الانقسام الطائفي يعني وطلع طفح، يعني خلينا نحكي الامور مثل ما هي. اذا بدنا يعتبرون انه اليوم المسلمين بقرار منهم بغيروا الساعه وبقربوا، يعني عم اليوم هذا هو الخطاب. بده من يسقط هذه الهوية، يسقط هذه الحوار الهادف. وما هي اذا بدك المسؤوليه على اليوم الطائفة الشيعية لأنها الأقوى مش لأنه شيء ثاني. لما بيصير في نوايا صافية صحيحة ببطل الخطاب الذي يدعو إلى إلغاء السلاح المقاومة ما دامت إسرائيل بعد موجودة، وبيبطل في استغلال أو استفادة من هذه القوة السلاح لمصلحة الداخل، هون بيكونوا الطرفين قدموا شيء. ما في أنا اليوم إجي أقول له لحزب الله أنه والله تفضل انت اليوم في هواجس عند المسيحيين رح سلم سلاحك، وبعدها اسرائيل موجوده. لازم المسيحي يتفهم انه هذا السلاح سلاح رادع، وانه اثبت بكل التفاصيل والواقع والتجارب انه هو كان سلاح له ضرورته بهالمرحله هاي. بالمقابل كمان انه على حزب الله ان يوجد صيغه ما ان لا يبقى كمان هذا السلاح خارج اطار أقله إشراف الدولة بمكان ما. كيف يعني؟ بده ينعمل صيغة. اليوم في موجود تجارب في الدول المحيطة والمجاورة لنا، اليوم في سلاح موجود بالعراق، في سلاح موجود في أي يعني بلد ثاني. يضل خارج إطار الدولة، اشرح لي هلا. لا أنا كيف ممكن يعني ما يضل بده ينشاف صيغة ما
حتى على الأقل يطمئن هذا يعني الشريك في الداخل على أنه هذا السلاح ليس له علاقة في الاستحقاقات الداخلية. هذا بده صيغة، بده قاعدة ويتفاهموا أنه كيف بيتم هذا. هل ما هو دور الجيش في التعاطي مع موضوع مثلا هذا السلاح؟ مؤسسات الدولة شو إلى علاقة بهذا بقرار هذا السلاح؟ لو نفترض في صيغة بتنوجد لا تخرج السلاح عن يعني ضرورته وعن أدائه في اتجاه ردع العدو، ولا تبقي السلاح هاجس مخيف إلى الداخل. نعم. هذا بده يلقى له آلية. من دون هذه الآلية ما بيمشي الحال. قد ما حاولنا نطمن الآخر بالكلام ما حيطمن، بده ينعمل آلية معينة بشرط أن يبقى هذا السلاح موجود كقوة رادعة للعدو الصهيوني، وقوة عم يستفيد منها لبنان، عم يستفيد منها المسيحي والسني والشيعي والكل، وبدليل ما حصل أيام داعش وغيره أنه هذا السلاح كان له ضرورة في مكان ما. لكن أنا مع أنه لأني أؤمن بضرورة الوطن ومؤسسات الدولة، لا يعني لا نفقد السبيل، لا نفقد السبل لإيجاد صيغة ما تبقي هذا السلاح على فعاليته وبنفس الوقت تخرجه من دائرة الاستخدام أو النفوذ الداخلي. في آليات لازم تنشغل على هذا الموضوع، وفي ناس واعيين ومثقفين وحقوقيين. يدرك حزب الله هذا الأمر برأيك؟ لازم يدركوا، لأنه ما في سبيل. نحن بالنهاية عايشين ببلد، ما بتزبط أنه نبقي الأمور هيك عشوائية، أنه نقله للآخر نحن شركاء لإلك من دون ما نعطي أي دور أو طريقة ما نطمنوا فيها بأنه نحن فعلا شركاء، بدليل نحن معنيين بأن تقوم مؤسسات الدولة ولنا علاقة مع. يعني اليوم في آلية ما بين الجيش وبين المقاومة، نعم، في على تفاصيل معينة، لكن هالآلية واحدة منا آلية كمان سياسية. لازم يكون في آلية سياسية بالإضافة للآلية العسكرية حتى يصير في تطمين بالمقابل الآخر. من يستطيع إذا بدك أن يلعب هذا الدور؟ المفروض الكل يوصلوا. لا أنا عم بقول نحن هلأ حزب الله بيقدر يلعب هذا الدور. أكيد حزب الله لازم يلعب. لا هو شريك، قصدي هو المعني، لا قصدي من مع حزب الله يجب أن يلعب هذا الدور. نحن على أبواب انتخابات رئاسية مفترضة، نحن بفراغ رئاسي، في جدل حول هوية رئيس الجمهورية بشقين، بالشق الداخلي حول الإصلاحات أنه هو يبلش بمسار إصلاحي ويكون مراقب له إلى تشكيل حكومة إلى آخره، وبالشق هذا المتعلق بموضوع العلاقة مع حزب الله. إذا بده يكون هو رئيس جمهورية له دور أساسي بهذا الموضوع، بده يكون رئيس جمهورية من خارج هذه المنظومة، لم يكن له علاقة في المنظومة السابقة. كيف يمكن لحزب الله أن يثق برئيس لا يعرفه من خارج هذه المنظومة ليقوم بدور وجودي مع سلاحه؟ أنا بقول لك شيء، إنه هذه كلمة كيف يثق برئيس بلبنان منا صعبة. هذه الأمور في شخصيات، وفي حزب الله منه مقتصر علاقته مع فلان أو فلان وبس، يعني مساحة علاقاته ومساحة وجود الكفاءات ووجود الشخصيات اللي هي مستقلة ومتميزة موجودة بالبلد. منا شغلة مستحيلة، شغلة ممكن جدا. في أسماء كتير مهمة ومحترمة وتجربتها بالعمل تجربة بعيدة عن اصطفافات الحزبية وعن المنظومة الفاسدة، موجود أسماء كثر ما بتخلى. بالعكس أنا بعتبر أنه منه مصلحة لحدا يحصر حاله باسم أو يحصر حاله بمرشح. هذا منه من يعني اليوم بيتوقف البلد على لأنه نحن حطينا هذا الاسم، وقفنا أيام العماد عون كم سنة، وهلأ من وقفوا أيام سليمان فرنجي كم سنة، وبالنهاية هذا المواطن عم يقف على باب المستشفى وعم بيحملنا كلنا دينيين وسياسيين واقتصاديين عم بيحلها مسؤولية الدواء، حق الدواء اللي هو له حقه هذا المواطن. طيب اليوم نحن ليش بدنا نيجي يعني لأجل اسم أو لأجل شخص؟ لا نعدم الوسيلة في إيجاد بدائل، أقل شيء نحط لنا اسمين ثلاثة، إلا ما يوجد مشترك ما، يعني ما فينا نبقى اليوم نحن بنجي بنقول إنه والله ما بدنا نحط مرشح تحدي لأحد، بس لما بنحط عم نحط أسماء عم نحس إنه هي فيها نوع من أنواع التحدي للآخر، يعني إنه الآخر من الأول معلن رفضه لإلها بنجي بنسميها. طيب إنه كيف نحن كيف بدنا نعتبر إنه هذا موضوع توافقي؟ وإنا ننطر للخارج ونتوسل بعض الدول أن تتوسط لحتى توجد نوع من تدوير الزوايا، يعني لحتى يصير في مثلا أي الفرنساوي أو غيره. لا بدي أنا أوصل لهذه المرحلة، لا بتوسط عند الفرنساوي ولا بتوسط عند غيره، لا بدخل حتى أي حدا من الدول، لا أشقاء ولا أصدقاء. بحط أسماء معقولين
أنا من جانب ما بوثق بأنه هول جماعة وطنيين. مثل مين؟ هلا ما عندي أنا ما بحط يعني أنا إذا هني ما حطوا أسماء أنا بدي أحط أسماء. بس أنه هل فينا نعتبر أنه هذا لبنان البلد يلي هو معروف بإمكانيات طاقاته يلي موجودة فيه؟ هل معقول نعدم الوسيلة إذا عن جد بلبنان وصلنا إلى مرحلة ما عنا اسم يملك من الرقي والوطنية و يعني مثل ما بقولوا والمصداقية أنه نحن يجتمعوا عليه الكل ليكون رئيس جمهورية؟ إذا كيف بدنا نأسس بلد؟ نعم. كيف بده يقام هذا البلد؟ معقول ما عنا؟ طيب يعني المطلوب اليوم إيجاد شخص يتفق عليه الجميع طبعاً. يقوم بهذا الدور اللي هو التنسيق بين أنه يعني التنسيق الحاصل هذا بداية. التنسيق الحاصل حاليا أصلا بين الجيش اللبناني والمقاومة، ولكن أن يمأسسوا بشكل أكثر فعالية بحيث أن يتحول هذا السلاح إلى سلاح لا يستفز الآخرين، هيك قصدك؟ أنا مع إبقاء فعالية السلاح في وجه إسرائيل، مع عدم وضع قيود على هذا السلاح في وجه العدو الإسرائيلي، مع إعطاء حرية لهذا السلاح في إيجاد متوازن الرعب، هذا أمر مقدس بالنسبة لي. أما في المقابل المفروض إيجاد صيغة ما تقدر توجد نوع من الراحة للشريك الداخلي إذا أردنا فعلا أن نؤسس لبناء وطن وشراكة حقيقية. من حق الآخر علي شريكي في الوطن أن يطمنه في مكان ما. بدي أشكرك.